وللحديث عن واقع منطقة الأهوار المدرجة على قائمة التراث العالمي والمهددة بالإزالة بسبب موجة الجفاف والهجرة البشرية التي تهددها، معنا من ستوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. أهلا بك دكتور نظير معنا. يعني يوما بعد آخر تتقلص المساحة المائية للأهوار جنوبي العراق، ما الذي أوصل الأمور إلى هنا؟ ألم يكن بالإمكان تجنب مثل هذه النتيجة؟ تفضل دكتور. شكرا جزيلا على الاستضافة أخي العزيز. بالحقيقة هذه المسألة هي تراكمية، يعني من 2003 لحد الآن ما صار فد إجراء فعلي تجاه شحة المياه. وشحة المياه يعني الأهوار هي أحد النتائج لعدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة. يعني إذا احنا نشوف ما عملته الوزارة من 2003 إلى وقت قريب، يعني ماكو خطة رشيدة تتعامل مع الواقع الفعلي لحالة الموارد المائية في البلد والتوقعات المستقبلية. وعدد من يعني المشاريع اللي كانت موجودة أصلا مهملة تقريبا وما بها صيانة، إضافة إلى مثلا استصلاح الأراضي. الأراضي اللي استصلحت سابقا كلها تقريبا تلفت، ووصلت إلى درجة فظيعة بحيث أنه الأراضي المزروعة كانت سابقا بحدود 28 مليون دونم، تقلصت إلى 12 مليون يعني حسب وزارة التخطيط العراقية. وإحنا نعرف الموسم الحالي هو 50% حسب ما أعلنت وزارة الموارد المائية. يعني إحنا ممكن أن نعرف شو يصير بالنسبة للموارد المائية. من أكو هيك شيء بالحقيقة المفروض الدولة تتخذ إجراءات معينة لتقليل الضرر أو التغلب على المشكلة. وهذا بالذات ما أردت أن أسألك عنه دكتور نظير، يعني لماذا فشلت السلطات الحكومية في محاولة إنقاذ الأهوار المدرجة على قائمة التراث العالمي، بالإضافة إلى كونها مسطحا مائيا مهما كما تعرف؟ نعم، إذا احنا نطلع على مثلا المسؤولين اللي استلموا وزارة الموارد المائية، إلى حد قريب ولا واحد منهم عدى خبرة في هذا المجال. فأنت من واحد ما عنده خبرة في هذا المجال لا تتوقع منه أنه تمشي الوزارة بشكل المطلوب، لأنه هذه الوزارة وزارة حساسة. أولا بالنسبة إلى إدارة الموارد المائية يجب أن تكون هناك استراتيجية وطنية على الأقل 30 سنة. وبغض النظر منو يستلم الوزارة أو يا حزب يقود الحكومة، المفروض هاي الاستراتيجية ما تتأثر، لأنه المياه هي أساس الحياة مثل ما تفضلتوا. لكن احنا لاحظنا انه هذه الوزارة ما كان لها اي اهتمام بهذا الموضوع، ولا الوزراء اللي استلموها متخصصين. عاد الوزير الحالي هو كان مهندس في مؤسسة السدود، لكن حتى اذا نجي نريد نقول السوى، طبعا ما يقدر يسوي شيء لأنه المسألة تراكمية. ووصلت إلى حد حرج جدا. فإذا تسألني شنو سوت، ما سوت شيء. يعني حتى الخطة اللي حاولوا يخلوها وجابوا شركة إيطالية خلتها سنة 2015 أثبتت فشلها. وإحنا كنا نعرف نتوقع أنه راح تفشل بداية، لأنه بعض المعطيات أو المدخلات اللي افترضوها في هذه الخطة كانت أساسا خاطئة. فلذلك تتوقع أنه وصل الوضع إلى وضع حرج جدا. مو بس الأهوار جفت، يعني هسه حتى أكو نزاعات بين الفلاحين في المحافظات الجنوبية خاصة حول مشكلة المياه. ويعني على قناتكم يعني طبعا. فقدان هذا المسطح والخزين المائي وهذا النظام البيئي المتكامل كيف سيؤثر على مناخ العراق، لا سيما وان هناك معلومات تقول ان 17% تقريبا من مساحة العراق تشغلها الأهوار؟ تفضل. نعم، الأهوار يعني كانت تغطي ما يعادل 15 إلى 20 ألف كيلومتر مربع. تعتمد على
مواسم الفيضان توصل إلى 20,000، اعتياديا 15,000. هذه إذا راحت يعني معناها العواصف الترابية راح تزيد بشكل كبير جدا، وإحنا لاحظنا هذا الشيء. يعني أحد التقارير من المؤسسات أو المنظمات الدولية يقول أنه يتوقعون 300 يوم بالسنة في المستقبل إذا ما اتخذت الحكومة إجراءات راح يكون يوم مغبر. فأنت من الممكن أن تعرف يعني بس عندك 60 يوم صافي راح يكون. الشيء الآخر أنه البيئة تأثرت بشكل كبير، يعني الثروة السمكية كانت معتمدة بصورة رئيسية للعلم على الأهوار، وأنتم هذا تعرفوا. إضافة إلى ذلك الجاموس، الجاموس وأنا هاي قلتها على قناتكم الكريمة أنه كان عندنا 1.25 مليون رأس جاموس، حاليا أقل من 200,000. إضافة إلى هذا سكان الأهوار راح يضطرون إلى ترك مناطقهم وراح يتوجهون للمدن القريبة، وهذا راح يسوي أزمات اقتصادية إضافة إلى صحية نعم. وغيرها من الأزمات. فهذا هو المتوقع، التغيرات راح تشمل كافة نواحي نعم. الحياة في المنطقة إلى السؤال الأخير بشكل دكتور سلبي طبعا. نظير، يعني نعم لجنة النزاهة النيابية وصفت قرارات وزارة الموارد المائية بالصادمة بعد دعوتها شركات أجنبية من أجل تقديم دراسة لتواجه بها الجفاف، يعني هذا أن الوزارة لا تمتلك أي خطة لحل الأزمة التي يعيشها العراق اليوم. فعلا، لأنه الوزارة بالحقيقة معتمدة على الخطة اللي قبل شوية ذكرتها، اللي هي استراتيجية إدارة الموارد المائية اللي خلتها هاي الشركة الإيطالية وأثبتت فشلها. غير هذا ما يعني الحكومة كحكومة ما اتخذت أي إجراء، وتفضلتوا وحكيتوا بالتقرير على مثلا حصص العراق المائية من دول الجوار، حتى وزير الموارد المائية في عدد من المناسبات طالب بالحصص، لكن كحكومة شنو اللي الإجراء اللي اتخذته؟ لا شيء. فلذلك من حقها اللجنة أنه يعني تتكلم بهذا الشكل عن الوزارة، لكن هو بالحقيقة المفروض تتكلم على الحكومة أيضا، نعم لأنه حتى هسه الأمن الغذائي، برنامج الأمن الغذائي، لاحظ أنت التخصيصات الموجودة الموضوعة لوزارة الموارد المائية من أقل التخصيصات. طيب البلد من تجابه هيك مسألة حرجة متوقفة عليها حياة البلد كله، زين شلون أنتم تخصصون هالتخصيصات البسيطة لهذا الموضوع نعم. الحيوي والحرج؟ فهاي المشكلة، أنه ماكو وعي من قبل السياسيين اللي يديرون البلد بهذه نعم. المسألة إطلاقا مع الأسف. من ستوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري، شكرا جزيلا لك.